أنا والدي جاسم عبد الله يوسف، وأخده تم طارد من مكان إلى مكان، يعني تقريبا مدة هم يطاردونه من محل لمحل، وتاري كل هذه فترة وجوا طبوا علينا البيت ويعفسون ولا خلوا مكانه، وتالي جو إلى في نفس البيت وأخذوا عقوب فترة. بعد صار إنه كل ما نروح هذي صارت الأزمة عندهم ورجعوني، ما بدنا بزيارة نروح له ورجعوني. ومرة فعل فرحنا له زيارة كلش حالة حالة من الضرب ومن التعذيب اللي عدبوهم هلكهم هلاك. وبعدين هذا كله قاموا بعد يجون البيت، بعد وش يبغون بعد وأخذوا، بعد وش يبغون يجون البيت ويعفسون، حتى لو ما أني في البيت يجون ويركبون فوق ويعفسون، اللي يبغون يطلعون. بس جيتهم ليش بعد يجون إلينا؟ احنا ننام على خوف ورعب، ما نآمن وش نسوي احنا يعني؟ لمتى يعني احنا نصبر؟ لمتى؟ حكموا 15 سنة، بعد مو سنة ولا بنتين ولا ليه، 15 سنة حاكمين. وش نسوي؟ الله ياخذ الحق. نتصل كذي دقيقة واحدة وقول بس خلاص انتهت المكالمة. أول ما رحنا لزيارته شفنا يعني وش ما يقدر يتحكى، يعني يقول في ما في، احنا رحنا شفنا واستكفينا. ما قصر أخو فيهم، هلكهم هلاك من الضرب.